أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة على أهمية الاستمرار بالدفع بأوجه التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نحو مستويات أسمى من التكامل. وجاء ذلك على هامش زيارتها الرسمية لدولة الإمارات، حيث التقت بعدد من رؤساء ونواب رؤساء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة للتعريف بمبادرة المجالس العالمية وأدوارها ومهامها وأهداف التنمية المستدامة العالمية التي تشرف على تعزيز الجهود لتحقيقها. كما استمعت الوزيرة آل خليف لإيجاز حول تطورات عمل الدورة الثانية للمجالس وما تمكنت من تحقيقه على مدى عامين، مشيدة بالدور المحوري لدولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.